نشاهد وإياكم فتحت البوابات وبدأ التنافس بالشوط الأول على مسافة 1600 متر. جائزة عبد الله بن عثمان الهزاني يرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله تراه. الشوط على مسافة 1600 متر، شيهان الحجاز في المقدمة، يأتي التنافس من أكشن، أيضا يتقدم محبوب شاكر المرشح الثاني للمركز الثاني، وأيضا فيلد ديفنت من الخارج متقدما للمركز الثالث، فيما شيهان الحجاز في المركز الأول وترقب أيضا من أكشن في المركز الرابع. الشوط الأول على مسافة 1600 متر، مسافة الميل، فيلد ديفنت يتقدم والتنافس الثلاثي، فيلد ديفنت وأيضا محبوب شاكر وكذلك شيهان الحجاز، فيلد ديفنت من الخارج متقدما، وأيضا هناك تقدم من محبوب شاكر المركز الثاني، وأيضا شيهان الحجاز وكذلك المفاجأة من أنا معك، يبدأ التقدم وفيلد ديفنت متقدما مع بداية الخط المستقيم وال 400 متر الأخيرة، فيلد ديفنت في المقدمة وأنا معك من الخارج يتقدم ويتراجع محبوب شاكر للمراكز المتأخرة، وأيضا شيهان الحجاز فيلد ديفنت وال 200 متر الأخيرة ما شاء الله تبارك الله بقيادة سباستيان مدريد، فيلد ديفنت في الظهور الأول أو في السباقات المحلية ال 50 متر الأخيرة يتجاوز إذا خط النهاية. ألف مبروك. إذن فيلد ديفنت